بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ازيكم يا باشمهندسين؟ اتمنى تكونوا في افضل حال ان شاء الله. النهارده هنبدا اول محاضره عن تصميم شبكات الري لاندسكيب. النهارده كان المفضل بالنسبه لي، وكان بعد نصيحه المهندس احمد الشربيني، ان هي تكون عباره عن جزء صغير عن مكونات نظام الري، لكن انا فضلت يعني ان هي تكون المحاضره الاولى كلها عن نظام الري ابر هاند، نظرة عليا على كل المكونات، مش مجرد إن إحنا ناخد المكون باسمه. مش هنتطرق للتفاصيل الكاملة، التفاصيل الكاملة هتكون إن شاء الله في النظام، هتكون في المحاضرات، هتكون في توضيح المنتجات. فالنهاردة هنوضح المكونات الكاملة، في بعض حاجات برضو مش هنتكلم عنها النهاردة، لأن هي إلا بكلام سريع بدون أو بدون تفاصيل هنسيبها دي وقتها إن شاء الله. فنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ إن شاء الله. لو هنتكلم عن تصميم نظام الري، إحنا زي ما حددنا إن إحنا هنتكلم عن تصميم نظام الري لللاندسكيبنج مش للري الزراعي، لأن لما نخش للتفاصيل الري الزراعي ففي ممكن مش هنحتاج شهر أو 2 أو 3. تصميم شبكات ري زراعي فيها اختلافات كتيرة جدا، ومعاملات أكتر وتفاصيل أكتر وديتيلز أكتر بكتير من تصميم اللاندسكيب. إن شاء الله ممكن نتطرق ليها في بعض، يعني كل ما يكون فيه متاح لنا وقت إن إحنا نوضح شيء، إن ده خاص بالشق الزراعي، المفروض إن هنا في المزارع بنعمل كذا، هنوضحه إن شاء الله. لكن لو اتكلمنا عن تصميم الري بشكل عام، فتصميم الري هو شيء معقد جدا. إزاي معقد؟ تصميم الري فيه بيتدخل فيه كتير جدا من العوامل، سواء عوامل خاصة بالمية، سواء عوامل خاصة بالتربة، سواء عوامل خاصة بالبيئة المحيطة نفسها، سواء عوامل خاصة بالنبات. ودي بتتضح أكتر في الشق الزراعي، لأن أنا عندي النبات في الشق الزراعي أو في المزارع بيحتاج مقنن مائي محدد في كل مرحلة عمرية. انما اللاندسكيبنج مفيش فيه النقطه دي، احنا بنشتغل على مقنن شبه ثابت او بيتم التعامل معاه بناء على معاملات الجويه، وده كله ان شاء الله برضه هنوضحه. فانا عندي كده معاملات خاصه الاول بجوده الميه، الميه دي هل صالحه للاستخدام، هل هتوفر عندي بيئه كويسه في التربه ولا هتسبب مشاكل في التربه وبالتالي هتاثر على النبات. هل المية دي أصلا في الأساس بعد ما أنا حددت هل إن هي هتصلح لنمو النباتات، ولا هل إن هي هتكون بيئة سليمة، هل فيها أجزاء هتحتاج لفلترة ولا لأ، هل إن هي هتحتاج مضخات من نوعية خاصة ولا هنشتغل بمضخات، هل هتحتاج مثلا فلاتر من نوع معين، وهكذا وهكذا. ده بس خاص بالتربة، لأ إحنا عندنا كمان معاملات أكتر من 7 عوامل اسمها الووتر سوير ريليشن شيب، معاملات الميه التربه الاثنين مع بعض، ارتباطاتهم مع بعض، اختلافاتهم مع بعض، المفروض فين الفيلد كاباسيتي اللي انا ما تجاوزوش. لان احنا لما بنتكلم على نظام ري فاحد العوامل الرئيسيه ان انا اطلع نظام ري بيرفكت، طبعا البيرفكت ما بنوصلوش، يعني نظام ري جود اريجيشن، اول حاجه الووتر روت زون، ان انا بوصل كميه الميه محدده للروت زون بتاعت كل نبات محدد. انا يعني عندي الروت زون بتختلف من الجراس، بتختلف النجيل، بتختلف لمغطيات التربه، بتختلف للشجيرات، بتختلف للاشجار، بتختلف النخيل. فانا بتعامل مع كل نبات، يبقى انا عندي الجود اريجيشن في عامل هو الروت زون، فانا بتعامل مع كل نبات ان انا بوصل له كميه الميه المحدده اللي انا ما تجاوزش فيها الروت زون، بحيث ان انا ما اعملش اكسسيف للووتر، ما اديش ميه زياده، ولا انا ما اديلوه اقل من المقنن المائي بتاعه. طب بالنسبه كمان للميه، عشان احنا اول حاجه هنتكلم عنها النهارده هي الووتر سورس. احنا قلنا في معاملات الميه، الميه بتختلف او بنقع فيها على اسس ثابته لازم نستلمها، اي مصدر ميه او اي شيء كمصدر ميه او ميه هنستخدمها لازم بنقف ليه في الاول على عينه او تحليل، سواء بقى كان المصدر من المصادر اللي احنا هنشرحها. ايه هي العوامل؟ اول حاجه حموضه، نسبه حموضه او الحموضه في الميه، تاني حاجه قلويه الميه، تالت حاجه نسبه الصوديوم والكلور كمان، لان هي تعتبر مواد سامه، بالتالي
بالتالي مش هتأثر معايا بس على التربة، لا بتأثر معايا كمان على النبات، نسبة قلوية التربة، المية، عندي نسبة المعادن التقيلة في المية، ودي هتكون خاصة أكتر بالمية المعالجة أو مية الصرف الصحي، دي أكتر عندنا المحتوى البيولوجي للمية، هل المية فيها طحالب؟ هل فيها كائنات حية معينة؟ ودي كمان مش بتبقى أكتر في مياه الأنهار ومياه البحيرات، وبتحتاج نوع فلترة معين، فدي العوامل اللي احنا بنقف عليها في الأول، اللي أنا لازم أركز معاها في تحليل عينة المية. فنبدأ مع أول جزء اللي هو الووتر سورسز إن شاء الله. عندنا أنواع الووتر سورسز، أول حاجة البوتبل ووتر. البوتبل ووتر اللي هي عندنا المية الحلوة، المية الحلوة دي هتسمعوها في سوق العمل، هتسمعوها في المواقع، هو الاسم يعني اصطلاحا مش سليم بالدرجة الكاملة، لكن ان هو اصطلاح موقع او اصطلاح سوق عمل. ايه هي المية الحلوة؟ هي المية الصالحة للاستهلاك البشري اللي هي مية البلدية. مية البلدية بالتالي بيكونش عليها، او ان هي دايما دايما بيكون العمل معاها عمل مباشر، ما بتحتاجش معاملات كتير، ما بحتاجش تفكير كتير، هل ان هي هتحتاج نوع فلترة معين، هل ان انا عينة المية هيكون فيها كذا، لان هي بالتالي معمول عليها كل التحليلات وكل العينات، لان هي هيستهلكها بشر. النوع التاني الريسايكل ووتر او الريكليم ووتر، المية المعالجة. المية المعالجة زي ما احنا شايفين كده، هنا على الشمال شوية هتلاقي فيه irrigation with a reclaimed water، ممنوع الشرب، ممنوع الاستهلاك، فدي دايما بنقلق منها شوية. خلينا برضو نركز ان المية المعالجة اللي هي برضو هيكون الاتجاه الشائع ليها، سواء طبعا انتوا عارفين ندرة المية، مشكلة ندرة المية سواء في مصر او سواء في كل البلاد. احنا برضو لو قلنا هنا هتلاقي حركة أو دورة حياة المية المعالجة عندنا. المية المعالجة طبعا بنحدد فيها العناصر التقيلة، هل كيميائيا وبيولوجيا الاتنين احنا هنقدر نشتغل عليها أو لأ، هل إن احنا مخاطرها ايه، سواء مخاطر استخدامها في الوقت الحالي، هل إن هي بصورتها الحية هل نقدر نشتغل عليها. في مواقع في مصر ولا داعي لذكر الأسماء كانت في تحليل او في معالجه الميه، لكن الميه الناتج اللي بيجي لك غير معالج بالمره، فبالتالي هل استخدامها هيسبب اثر على الصحه العامه للانسان او الناس اللي عايشه في المنطقه؟ لان احنا طبعا كلاند سكيبنج كله معظمه كومباوندات او مناطق سكنيه كامله، هل النباتات نفسها هتاثر على زياده الملوحه في التربه، فالنبات هيتاثر، هل هيعمل الميه المعالجه دي هتاثر بنسبة الصوديوم، بزيادة نسبة الصوديوم، هل أصلا يعني الأجسام التقيلة في مية الصرف الصحي هتأثر؟ طبعا بيكون فيها نيتروجين ويكون فيها فسفور، هل هتعمل عملية نمو زائد للنباتات؟ وده برضو قلنا هيأثر عندنا أكتر في الشق الزراعي مش في شق اللاندسكيب، الفسفور برضو هيأثر معايا، فطبعا بيكون في عملية التريتمنت أو عملية المعالجة كآر أو 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 أو، ودي برضو هنشرحها برضه، مش عايزين ندخل في تفاصيل فنية كتيرة جدا عشان بس الناس ما توش مننا، هنشرحها بالتفاصيل بعد كده ان شاء الله. النوع التالت عندنا اللي هو الستورم ووتر. الستورم ووتر هو عملية زي ما هو واضح برضو على يمين الصورة، بعد هطول الامطار بيكون في عملية صرف مياه المطر، من المفروض انها بتتجمع على خزانات زي ما هنا في الصورة اللي هنا على الشمال، بنجمعها في خزانات وبنبدأ نستهلكها، بعد برضو عملية تنقية من الشوائب، عملية تنقية من ورق، عملية تنقية من الرمل، هنوضحه أكتر في جزء الفلاتر إن شاء الله. الجزء الرابع مياه الأنهار ومياه البحيرات، ودي في الواضح أو في الغالب بتحتاج جزء سواء فلتر قبل البمبات أو فلتر بعد البمبات، وبيكون في الغالب فلتر ميديا سكرين. الجراوند ووتر او مياه الابار دي اكتر شيوعا كمزارع واكتر شيوعا، يعني هنا مثلا في المملكه احنا معظم الشغل بيكون عباره عن ابار جوفيه، والابار الجوفيه لازم برضو بنستلم تحليل عينه
ميه، اشوف نسب الحموضه فيها كام، نسب القلويه فيها كام، نسب الملوحه فيها كام، وهكذا، بحيث ان انا احدد هل في الغالب هل هتصلح ان انا اشتغل، هل لا تصلح، هل هحتاج معاملات معينه، هل هحتاج مثلا، طبعا الفلاتر بتبقى شق اساسي في موضوع المجال الزراعي، وهكذا. الجزء الاخير واللي هو الاندستريال ووتر، الاندستريال ووتر عباره عن الكميات او الميه الناتجه بعد عمليات صناعيه معينه، وبيكون ليها تريتمنتس معينه ووحدات ومحطات معالجه معينه ناتجه او بتبقى مبنيه على الناتج المعين من الميه. يعني الميه دي هيكون خارج فيها مثلا من مصانع اسمده، مصانع الاسمده هيكون فيها عندي نسب الازوت زياده، نسب الفوسفات زياده، وهكذا وهكذا. فبيكون تم عمل التريتمنت او محطات المعالجه ليها بناء على الناتج نفسه، يعني بناء على الميه دي جايه من انهي مكان، بيتم تحديد المعالجات او مراحل المعالجه اللي بتمشي عليه. الجزء الثاني هو برضو هيبقى مرتبط بسورس الميه. قلنا الاول هنشتغل في البدايه عن كمصدر ميه، وبعدين هنخش بقى ايه بعد كده، بعد الاوفر فيو الكامل، عن بقى معاملات التربه، معاملات الميه والتربه. فهننتقل للجزء الثاني وهو البامب رومز. البامب رومز بتتكون عندنا من مضخات، محطات ضخ، فلاتر، وحدات تحكم، والفالفز والفيتنج، محابس وقطع اللي احنا بنشتغل عليها في محطات الضخ.